مثل هذه القصة وهي قصة أصحاب الكهف، تحدث عنها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متعددة، ثم ذكر رحمه الله من أن القرآن لا تكرار فيه، وما يذكر من القصة في مواضع متعددة فإنه بمثابة زيادة المعنى الذي يكون في هذه القصة مما لا يوجد في الموضع الآخر، فما كررت مجردة وإنما ثنيت، والتثنية الذكر المختلف في المعنى. وإذا قال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، تثنى فيه المواعظ، تثنى فيه القصص، تثنى فيه الفوائد،